مشاهدينا اهلا بحضراتكم الى تفاصيل اخبارنا في هذا اليوم، وبنبتدي اخبارنا النهارده من القوات المسلحه التي بعث الفريق اول محمد زكي القائد العام لها وزير الدفاع والانتاج الحربي ببرقيه تهنئه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه بمناسبه حلول العام الميلادي الجديد 2021. جاء نصها: السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسماء آيات التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيا الله عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة وأن يكون عام خير ورخاء على وطننا الحبيب. إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادي الجديد يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماة له ولشعبه، مؤكدين عزمهم على الوفاء بمسؤولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضا وشعبا، واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار. وفقكم الله إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير. أيضا بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة ممثلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. الرئيس السيسي وجه بتكامل المشروعات في المناطق الصناعية بالمناطق الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، كما طالب بمنح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وفقا لاحتياجات السوق المحلي بهدف تخفيض أعباء الاستيراد واستشراف فرص التصدير. جاء هذا خلال اجتماع السيد الرئيس اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. صرح السفير بسام راضي كما جاء أمام حضراتكم أن الاجتماع تناول استعراض كل من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة. دكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة وحضرتك بخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. يعني في لفتة شديدة الأهمية عايز أخد رأي سعادتك فيها، وهي اهتمام الرئيس بالتركيز على توطين الصناعات اللي هتقينا شر كثرة الاستيراد من الخارج. يعني تحب تقول لنا ايه في النقطة دي؟ هو طبعا احنا عندنا هدف مهم جدا من اهداف برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي تم في مصر خلال الفترة الاخيرة، وهو عندنا ان احنا عايزين نعمل اكتفاء ذاتي في مصر وخاصة في السوق الداخلي. تمام. وده طبعا النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن منذ توليه الرئاسة وهو يحاول أن يضع مصر في مكانة عالية وأن يكون لمصر كيان اقتصادي مميز بين دول العالم. طبعا النهاردة لما عندي اكتفاء ذاتي ده أولا هيساعد على انتعاش السوق الداخلي بشكل كبير جدا، خاصة في السلع الغذائية والسلع الاستراتيجية اللي مصر بتحتاجها بشكل كبير جدا. يعني ممكن نتوقع ايه أهم الصناعات اللي تزهو بها المناطق الاقتصادية لقناة السويس؟ هو طبعا احنا عندنا منطقه قناه السويس يمكن ده يبقى من اهم المحاور التجاريه في العالم. كمان هيبقى عندي انا عندي 5 مدن صناعيه في منطقه قناه السويس، وده يمكن احنا لسه ما استفدناش من الاستثمار بشكل كبير جدا. تمام. كمان هيبقى عندي قطاع مهم جدا من القطاع الزراعي، يمكن انا عندي 4 مليون فدان في سيناء، وده طبعا سيناء يمكن من المدن هتبقى مهمه جدا في التنميه الاقتصاديه الفتره القادمه. وده ساعد طبعا ان احنا عندنا القطاع الزراعي يمكن من اهم القطاعات اللي نشطت خلال الفتره الاخيره، وده خلى عندي اكتفاء ذاتي في السلع الغذائيه، ويمكن ده كان ملموس على ارض الواقع بشكل كبير جدا ان كان عندي رغم الجائحه الاولى في ازمه كورونا وايضا مع تداعيات الموجه الثانيه، واحنا بنحاول يعني بفضل الله وبفضل البرنامج الاصلاح الاقتصادي ان احنا يبقى عندنا مخزون كافي من السلع الغذائيه والاستراتيجيه. كمان الاسعار كانت منخفضه بشكل كبير جدا،
تمام؟ وده الحمد لله ده هيبقى معكوس على المواطن محدود الدخل. كمان فكره ان انا برضو من خلال الصناعات الكبيره اللي هتحصل في المناطق اللوجستيه وتنميه محور قناه السويس، اللي زي ما قلت لحضرتك ان احنا لسه ما استفدناش منه بشكل كامل، وان شاء الله الفتره اللي جايه يمكن انا شايف في 2021 هيبقى في رغم الموجه الثانيه، بس ان شاء الله هيبقى في انتعاش في الاقتصاد المصري بشكل كبير جدا، وده سبب يعني الاجراءات الاستباقيه اللي مصر هتتخذها ان شاء الله. طيب. ولكن انا ارى برضو ان لازم يبقى في وعي من المواطن بشكل كبير جدا، ان انا كمواطنين لازم نبقى مسؤولين، وان احنا نساعد الدوله برضو في تخطي الصدمه الكبرى اللي اجتاحت العالم ومصر، وان شاء الله الاقتصاد مصر لن يتاثر منها. بشكرك جدا دكتور سيد. كمان في نقطه مهمه جدا، بشكر حضرتك جدا دكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، واروح معاكم لخبر ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، حضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس مستشار عمر مروان وزير العدل، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، المهندس محمد هشام درويش رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان، مسؤول ملف الكنائس ومسؤولي الجهات المعنية، المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء صرح أن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة اللي تمت من آخر اجتماع عقد للجنة في 19 أكتوبر الماضي فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاع، وبناء عليه وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابع، وبذلك يبلغ عدد الكنائس ومباني الخدمية التابعة لها اللي تم الموافقة عليها لتوفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1800 كنيسة ومبنى تابع. في ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة العام الجديد، ووجه التهنئة للمصريين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، دعينا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات. تعالوا نروح كمان لاجتماع السيد الرئيس النهاردة مع دكتور مصطفى مدبولي ودكتور محمد معيط وزير المالية، أحمد كوشك نائب وزير المالية للسياسات المالية. السفير بسام راضي كما أمام حضراتكم صرح أن الاجتماع تناول جهود الدولة لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر في إطار القانون الجديد لهذه المشروعات، لائحته التنفيذية، تطورات المؤشر المالي والاقتصادي للدولة، واستراتيجية تنمية الموارد. مهندس علاء الساقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا باشمهندس علاء. احنا يعني داخلين مرحلة مختلفة، لأنه الرئيس بينظر كده من مسافة ويرى ما أنجز وما عطل، فمن عدة أيام كان الرئيس بيوجه أنه لو عايزين الناس اللي عندها سيارات متقادمة تتحول إلى استهلاك الغاز لازم يكون في حافز مادي مناسب. النهاردة الرئيس بيوجه بوجود حافز مادي مناسب يغري أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنها تتقدم هذه الخطوة اللي بتمثل بالنسبة لها خوف، لأنه معلوماته موجودة، بياناته كلها متسجلة، هيتحط عليه ضرائب. حب أعرف رأي حضرتك. مساء الخير. أولا طبعا في حاجة اسمها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ده صدر أي. بس القانون بتفسره اللائحة المنظمة لي. ففي توجه دلوقتي من القيادة السياسية ان طيب الضرائب الناس دي قلقانة منها النهارده، هنعمل فيها ايه؟ فلازم تطلع لائحة تنفيذية بضرائب مقطوعة، بمعنى ان مثلا اللي بيبيع كلية يعني كلية طبعا يعني يبقى في السنة مثلا عليه التقدير بسيط كده، بالظبط كده، علشان الناس دي تتشجع وتبدأ. ما هو في توجه دلوقتي عند اصحاب المشروعات الصغيره قلقانين من قصه الضرايب، وهل الضرايب هتحاسبنا ازاي ومش عارف ايه وكلام من ده، فكان لازم يطلع في حاجه النهارده تقول لا ما تقلقوش من الحته دي. بنقول ان النهارده اللي بيبيع بمثلا 500,000 يدفع 2000 جنيه في السنه، خلص خلاص هو عارف النهارده طالما هيقول. طبعا دي نسبه ملهاش يعني، نسبه بسيطه جدا جدا جدا، نسبه لا تذكر، والهدف منها الرئيسي ان الناس تتشجع وتبدا تعمل هذه المشروعات. اي
وبعدين في نقطة تانية برضو ذكرت النهاردة في اللقاء اللي هو إحلال الواردات، ودي نقطة أساسية ومهمة جدا جدا. بمعنى النهاردة إحنا ما زلنا بنستورد أشياء يمكن تصنيعها في منتهى البساطة، صحيح، تدفع فيها ملايين بل بليارات الدولارات. طيب هذه الأشياء في حالة إن شبابنا أو من يستطيع العمل، عشان ما نعمل شبابنا وليس نعني بيه شباب السن، ما نعني بيه شباب العمل، أي ممكن راجل كبير وعنده استعداد انه يعمل فهيعمل خلاص تمام، وياخد نفس المزايا اللي هيستفيد بيها اي شاب. فالنهارده هذه هذه الاشياء التي سيتم تحديدها واوريدي تم تحديدها، اللي هي اشياء الدوله المصريه بتستوردها، هتقدر تعرف هتتعمل ازاي وفين، فيبقى عندك استراتيجية، يبقى عندك خريطة، ما يبقاش أي حد بيصنع أي حاجة وأنت محتاس عمال تستورد. لا 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 لا، هيبقى عندك، بل بالعكس هيبقى في نقطة تانية بقى، هيبقى عندك الكم اللي بيخش مصر قد إيه بالظبط، بحيث ما يبقاش في 100 واحد بيعملوا حاجة واحدة، صح كده، وفي حاجة تانية محدش بيعملها، صح، فتفاجئ إن 100 بيخبطوا في بعض. طب هل يا فندم الاتحاد اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي حضرتك بترأسه، هل له دور في توصيل وجهات نظر صغار المستثمرين أصحاب المشروعات الصغيرة؟ في اجتماعات دورية بتتم ما بين الاتحاد وما بين سواء وزارة المالية أو وزارة الصناعة، كل هذا الكلام على أساس نقدر نحدد وجهة نظر الناس إيه. أيوه. وعلى فكرة الفترة الأخيرة دي، وده شيء واقعي بقى بيحصل، إن بدأ توجهات الناس دي بتوصل لأعلى مستوى، وبيتم اتخاذ قرارات في هذا الموضوع، ودي نقطة ما كانتش تحصل قبل كده. طبعا طبعا. طب أخيرا عايز أسأل حضرتك، لو في تخوف من نوعية ما هو في الأول ندفع يعني أقل من 0.5% زي ما حضرتك قلت مثلا، لكن بعد كده بقى بياناتنا عندهم والمشاريع تحت درسهم، فبعد كده يروحوا بقى سلفنا في الضرائب، إيه التصور؟ مظبوط. أقول لحضرتك بقى، في نقاش دلوقتي بيتم ما بين الاتحاد ووزارة المالية، أي، إن يا أخوانا اللي يحدد قيمة معينة للمبيعات يكون مصدقا لفترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات. بمعنى حضرتك بدأت النهاردة مشروع وجيت قلت والله يا أخوانا أنا ببيع 500,000 بمليون، وادي 3-4,000 جنيه اللي قلنا عليهم ضريبة، ما جيش تاني يوم أقول له لا أنت كلامك ده غلط بالظبط، وعمل عليه تقدير جزافي بقى وألعب اللعب القديم، لا مش هيحصل، هيفضل ثبات هذا الرقم اللي انت تقوله، مفيش حد هيتدخل فيه لفترة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها، وبعد كده تعالى بقى ايه نتكلم بجد بقى. طبعا. يعني النهاردة حضرتك بتقول انا ببيع 1,000,000 جنيه، فقلنا لك عليك 3000 جنيه ضريبة، خلاص هتدفع 3000 جنيه، مش هاجي تاني يوم ولا تاني سنة تمام اقولك لا والله ده انت بتبيعش بمليون، ده انت بتبيع 10 مليون. واعتقد ان 3 سنين دي فترة جيدة جدا لتوفيق الاوضاع، ونبقى بجد مستثمر ويبقى عنده ارباح كده كويسه، مش هيمانع ابدا ان هو يدي اكتر من الدوله. ده رايي الناس، انا ما بتكلمش حتى ده راي علاء. لا، ده الناس اللي فعلا عايزه تعمل مشروعات صغيره. أيه. تقول احنا ما عندناش مانع، صحيح، ان احنا فعلا وحق الدوله تاخده، مفيش مشكله، بس ادونا فرصه نتنفس فيها نظبط. صح. بشكرك جدا يا باشمهندس، وانا متطلع للقاء نتحدث فيه، تشرفني في الاستوديو ونتحدث فيه في كل تفاصيل أصغر 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 المشروعات، علشان نشوف الناس دي هتوصل لفين في خلال قد إيه. الله، إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا باشمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة. نروح لمعهد إعداد القادة بحلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، طبعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور كريم حسن همام مدير المعهد، اللي نظم دورة تثقيفية في الفترة من 27 ديسمبر حتى 31 ديسمبر. دي كفعالية أولى للدورة بندوة بعنوان حول التسامح والقيم المصرية. حاضر فيها نيافة الأنبا أرمية، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الشيخ أحمد الترك الداعية الإسلامي، وإمام مسجد النور بالعباسية، وأجاب على أسئلة الحضور. جدير بالذكر أن الدورة مخصصة للسادة أعضاء البعثات والمهمات العلمية بالخارج، والتي ينظمها المعهد بالتعاون مع الإدارة المركزية للبعثات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة أكثر من 150 دارس من مختلف الجامعات الحكومية والجهات البحثية المصرية،
ويشارك أيضا عدد من الشخصيات الهامة والبارزة في الندوة وورش العمل المقدمة طوال الخمسة أيام التالية. نروح بعد كده لوزارة الداخلية اللي عقد وزيرها السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماع مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية. نخرج نشوف الفيديو ونرجع مع حضراتكم. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعديه، كما تواصل مع مدير الأمن عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث استعرض محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد وكذلك بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في ظل قرب بدء فعاليتها. وتأتي تلك الاحتفالات في ظل إجراءات وتدابير احترازية اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا، حيث وجه الوزير بضرورة مرور الخدمات الأمنية على المنشآت السياحية والأماكن المعنية بالاحتفالات والمحال التجارية للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية وقرارات الغلق في المواعيد المحددة وكذلك وسائل النقل الجماعي بمختلف أنواعها للتأكد من مدى التزام مستخدمي تلك الوسائل بارتداء الكمامات الواقية. وتابع الوزير مع القيادات الأمنية خطط انتشار القوات المكلفة بالتأمين ومدى استيعابها للمهام المكلة إليها مع مراعاة الأبعاد الإنسانية عند تنفيذ تلك الخطط، كما شدد على ضرورة اليقظة التامة للقوات المكلفة بتأمين دور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية وكذلك الأقوال الأمنية وقوات التدخل السريع التي تجوب كافة الطرق والمحاور الرئيسية لرصد الحالة الأمنية وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وأكد على ضرورة تفعيل دور الارتكازات الأمنية ودعمها بما يواكب المستجدات الأمنية ويسهم في التعامل السريع مع كافة المواقف والطوارئ، مع ضرورة وجود القيادات الإشرافية في الشارع مع قوات التأمين لتذليل كافة العقبات. وأشاد الوزير بما يبذله رجال الشرطة من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية الخطط الأمنية لآمال وطموحات المواطنين نحو وطن آمن تتواصل فيه أعمال البناء والتنمية. سيادة اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، مساء الخير، كل سنة حياتك طيب يا فندم. أهلا بيك وانت طيب، كل سنة وانتوا طيبين جميعا بمناسبة رأس السنة وبعيد الميلاد المجيد، وتحياتي لكل أقباط مصر جميعا، إخواتنا في الوطن ولقداسة البابا شخصيا في هذا. سيادة اللواء، يعني بتتوقع سيادتك أن نمر بسلام من فترة أعياد الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد المجيد وما يتلوها، أن في أعياد متواكبة فترة طويلة؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى. أولا بالنسبة للكريسماس عدى، برأس السنة إن شاء الله بإذن الله هتكون الخدمات الأمنية، والسيد الوزير النهاردة عمل اجتماع مكبر مع كل مساعديه بخصوص هذا الموضوع. أيوة. وإن شاء الله تعالى هتكون خدمات رأس السنة على أكمل ما يكون، وخدمات عيد الميلاد المجيد في 7 يناير و6 يناير بإذن الله ستكون في أمان، وكافة الأعياد التي تمر بها البلاد ستمر بإذن الله بخير وسلام إن شاء الله بمعونة المواطنين الشرفاء مع جهاز الشرطة الذي هو في حالة استنفار منذ 10 ديسمبر الماضي. طيب سيادة اللواء، يعني هو السنة دي الأعياد أعداد قليلة جدا جدا في الكنائس بسبب جائحة كورونا، وفي إبرشيات أو محافظات يعني من وجهة نظر الخدمة فيها كنسيا بنقول عليها إبرشية قافلة تماما، يعني أنبا سرافين في إسماعيلية مثلا قال إن قداس عيد الميلاد وعيد الغطاس يقتصر على الآباء الكهنة فقط، وفي بعض ب 20/1/25، فهل ده يسهل شوية مهمة الداخلية في تأمين الكنائس في الأعياد؟ لا، هو تأمين الكنائس في الأعياد بإذن الله تعالى مؤمنة، سواء كان فيها مصلين أو ما فيهاش مصلين، إنما التأمين قائم، وفي حالة الطوارئ بيبقى التأمين مضاعف وفي حتة أخرى 3 أضعاف،
يعني في الكاتدرائية تلاقي الخدمة اللي هي كده بتبقى 3 أضعاف، بتبقى في أماكن أخرى ضعفين إلى آخر هذا. لكن اللي أطمن فيه إخواننا وأطمن فيه الشعب المصري كله أن شرطتهم وقواتهم المسلحة وأجهزة جمع المعلومات مأمنة تماما وعلى قدم وثاق إلى أن تمر كافة الأعياد بإذن الله على أسرة بخير وسلام حتى عيد 25 يناير عيد الشرط. بشكرك سيادة اللواء جدا على تهنئة سعادتك الرقيقة سيادة اللواء فاروق المقرحي وزير مساعد وزير الداخلية الأسبق، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا على الهاتف. تعالوا نروح كمان لفعاليات بطولة كاس العالم اللي جات سيرتها في الخبر اللي فات، تأمينها برضو مهم جدا. مصر بتستضيف فعاليات بطولة كاس العالم لكرة اليد 2021، وهي البطولة الأكبر الذي يقيمها طبعا المسؤولون عنها في مصر، وهي أكبر بطولة بتقام الحقيقة منذ انتشار جائحة كورونا بداية 2020. مونديال اليد هيشارك فيه 32 منتخب للمرة الأولى، وتقام منافسات البطولة في 4 صالات: استاد القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، برج العرب، دكتور حسن مصطفى ب6 أكتوبر. وبتنطلق البطولة يوم 13 يناير بالمباراة الافتتاحية بين منتخب مصر كرة اليد ومنتخب تشيلي، وتنتهي بالمباراة النهائية يوم 31 يناير. أستاذ أحمد شريف الناقد الرياضي، مساء الخير وكل سنة وحياتك طيب. حضرتك طيب أستاذ زهير، إزاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. أستاذ أحمد، يعني توقعاتك لهذه البطولة، وهي يعني حاجة ضخمة جدا، وإحنا سعداء ومفتخرين أن مصر بتنظمها لأول مرة، ونتمنى أن مش بس تمر على خير لكن تمر كمان بنتائج طيبة وسعادة لكل من يأتي ليتابعها أو يحضر مبارياتها. أكيد طبعا، وإحنا خلينا نأكد في البداية أن إحنا أي حدث بيقام هنا في مصر بنبقى واثقين أن إحنا نقدر أن إحنا ننجحه. كل العناصر وكل الجهات في الدولة المصرية بتشتغل أنها تنجح أي إيفنت بتعمل عندنا هنا في مصر. انت بتتكلم في بطولة عالم، دي مش اول مرة نستضيف بطولة عالم لكرة يد، عندنا خبرات قديمة فيها استضفناها قبل كده. ممكن يكون عدد المنتخبات اول مرة، 30 منتخب لاول مرة في تاريخ البطولة، اصلا ما فيش اي دولة استضافت بطولة عالم لليد قبل كده بالعدد ده. لكن برضو عندك ظروف صعبة شوية، الظروف الصحية دي موجودة في العالم كله، لكن النظام اللي اللجنة المنظمة والدولة عاملاه ان انت هتحافظ على كل بعثة هتيجي. كان وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي بيتكلم في الموضوع ده امبارح، ان كل فريق يعني ايا كان العدد اللي هو جاي بيه سواء 40 او 50 فرد هيدخل جوه في قاعة صحية، محدش هيكون معرض لاي اصابة او لاي شك ان هو مثلا يصاب بفيروس كورونا لا قدر الله ولا حاجة. هيبقى في اجراءات احترازية سواء في الفنادق، في الصلاة، في التعامل مع الجمهور جوه الملعب بره الملعب، في المؤتمرات الصحفية، في كل خطوة أي حد من البعثات اللي جاية أو حتى الجماهير المصرية اللي ممكن تحضر الماتشات أو عناصر المنظمين المصريين كله هيبقى في أمان إن شاء الله. طيب أستاذ أحمد، يعني إحنا طبعا كان نتمنى زي كل المونديالات الكبيرة في العالم إن إحنا نحصد من وراء هذه البطولة لما فكرنا في تنظيمها سياحي، موسم سياحي كبير، لكن أكيد. لكن كلمني إذا كنا مش هنقدر يعني نستضيف عدد كبير بسبب الظروف اللي احنا فيها، كلمني عن سمعة مصر دوليا في مجال الرياضة بعد إن شاء الله التنظيم اللي هيكون على أعلى مستوى لهذه البطولة. احنا خلينا نسأل برضو هنا السؤال، في دولة ايه استضافت حدث رياضي مجمع فيه منتخبات من كل أو من دول مختلفة قبل يعني السنة اللي احنا فيها دي او السنة اللي فاتت؟ من يعني اول ما فيروس كورونا بدأ يظهر مفيش، كل البطولات اتأجلت، كل حاجة صحيح. انت دلوقتي انت الشرارة طالعة من عندك هنا في مصر ان انت خلاص انت اول دولة بتنظم حدث مش يعني خلينا نتفق ان كل الاحداث اللي جاية بعد كده حتى كاس العالم لكرة القدم اللي جاي، كاس العالم للأندية، كل الكلام ده كله الفكرة السياحة والجمهور اللي يجي لك من دول مختلفة والأعداد اللي كانت بتحضر قبل كده مش هتكون موجودة لغاية ما الوضع يستقر تماما، وده هيحتاج سنين طويلة جدا، الناس هتفضل قلقانة وخايفة. لكن انت الأقصى استفادة تقدر تحققها ان انا يا جماعة أنا اول دولة بنظم حدث فيه 32 منتخب، اول دولة بتستضيف جمهور
المباريات الساعه مش 100%، ومفيش دوله في العالم بتعمل الساعه 100%، ومفيش دوله في العالم بتدخل جمهور، واللي بيدخل دلوقتي يعني بتبقى النسبه لا تتعدى ال 2 او 3%. يعني صحيح. بعض المباريات واضح ان مصر عينيها على فكره السمعه ديت، لانها كمان بيبقى لها مردود اقتصادي، يعني اجتماعات مجلس الوزراء تعقد في العالمين الجديدة، البطولة اليد يبقى معمول صالة اسمها صالة العاصمة الإدارية، دي كلها حاجات تخلي الناس تروح وتيجي ترجع بلدها، تبقى سفرة لمصر في استثمارات عديدة. بشكرك يا فندم. احنا اقصى مباراة في الدوري الانجليزي اللي بتتلعب دلوقتي فيها جمهور بيحضر بيكون 2000 مشجع في استاد 70-80 الف مشجع. صحيح. لا احنا في البطوله دي صالة استاد القاهره اللي هي 17000 مشجع هندخل فيها 4000 مشجع ان شاء الله خير. وبشكر حضرتك جدا وكل سنه وانت طيب. استاذ احمد شريف الناقد الرياضي، بشكرك جدا على وجودك معنا على الهاتف. بشكركم مشاهدينا، دقائق بسيطه ويشرفنا ضيفنا لهذا اليوم، خليكم معنا.